وصليت وربنا نجاك من كل القصص دي، تمام الحمد لله، وعديت باب الجنة قدامك، تيجي تعدي أنطرة، وده اللي بنتكلم عنه، وده اللي يخص حلقتنا. الأنطرة تيجي توقفك، حقوق العباد، ولو ما سامحش العبد الله عز وجل ما بيسامح، لازم العبد يسامح. اللي قلت كلمة على حد في الدنيا وقعدت تغتاب وتنمي فيه وتتعمل عليه والكلام ده، يجي يقول لك فكر اليوم الفلاني الساعة الفلانية قلت عليا، انا عايز ألف حسنة. يا عم ألف حسنة ايه ده، انا معدي بالعافية. ألف حسنة يقول له طب بسيطة ومعكش حسنات جميع، بس خد من سيئاتي، ثم يطرح عليه سيئاتي ثم يطرح في النار، شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وخطف عردة، كارثة. حقوق العباد، الأنطرة دي مش هتعرف تعدي منها. ولو نجيت في الدنيا ما هتعمل ايه في الموقف ده زي ده؟ لا ده انا شاطر ومعايا محامي شاطر وهبهدلها وهوريها وهلزمها وهشحتها واخليها، ولا بنشوف الحاجات دي صح ولا لا؟ وبنشوفها وبنسمعها وكأني والله علامات الساعة بجد. انا جيت ومعاك المحامي الشاطر اللي خد لك وخد وكل حقوق الناس وكل حقوق زوجتك اللي المفروض ان انت امانها وسندها، تعالى قول لي هتعدي من القنطرة ازاي؟ وتوقفك وما تمشيش، ولن يرضى الله حتى يرضى العبد. خد بقى حتى جميل، ما عندكش حسنات حلو، خد من سيئاتي ثم يطرح في النار. ويا لها من حسرة، كلموني كده على لذة من لذات الدنيا ولا حاجة. هاتوا أكتر حد في الدنيا كان أكثر شقاء وبؤس وفقر وحاجة وعوز واحتياج، يغمس بس غمسة في الجنة ويتسأل غمسة واحدة كده ويطلع، هاه أرأيت بؤسا قط؟ لا والله ما رأيت بؤسا قط. واحد متنعم في الدنيا، نعيم الدنيا، عندهم كل ما يتمنى في الدنيا، وكلت حقوق الناس، نعم يا عم اتنعم وكل كده وكل وين بتلحم من حرام كده، لأن لا المال اللي انت بتاكله ده حرام. وبعدين يتغمس غمسة كده في النار، أرأيت نعيم؟ الله ما رأيت نعيما قط أبدا. الدنيا دار عبور كده، مش مقامة، المقامة عندنا في الآخرة. فيا هناوي يا سعده اللي بيعمل للآخرة مش الدنيا. أنا لو أنا لو أنا لو أنا بإيدي إن أنا أقول لك آه وأجيب منك وأقعدك وقعدة رجال، ممكن يقعد قعدة رجال يقول لك لا مش عامل، أنا مش عامل خلاص، أنا مش متحدش يجبرني على حاجة، صح؟ ولا أنا بإيدي أجبرك ولا حلقة زي دي ولا 100 حلقة، طالما أنت من جواك ناوي الغدر والخيانة. لما الزوجة دي كلمتني كان بكاءها كان رهيب، كان بكاءها بكاء حسرة صدمة، مش مصدقة، بتقولك ده عشة عمر، بتقول عمري ما جه في لحظة ان انا خنت، وجه موقف الفرح بتاع بنت اختها ده كشف الدنيا. هي المشاكل لما بتحصل او في الحياة، سواء مثلا مشكلة كبيرة مشكلة صغيرة، مش بتتكشف كده المعادن بسهولة، تصرفك وفعلك هو اللي بيكشف. فحياتنا ما بتكشفش اه صح عندنا مشاكل فاحنا حياتنا بايظه، لا ده الموقفك في المشكله هو اللي بيبين معدنك ايه، معدنك ايه. فلما حصل لها الضرب ده، ولعل الله سبحانه وتعالى اراد بها خير، انا ظني ان اي حاجه بتحصل حتى لو احنا شايفينها شر هي خير، لان فعل الله ما بين الحكمه المطلقه والخير المطلق. فانا لما يحصل امر احنا شايفينه شر لكن هو خير ليه، فائت هي، فائت هي الموقف دوت، فوقها عرفها انت بتعملي المعروف في غير اهل، بس هي تؤجر بالنيه، تؤجر لان هي كانت نيتها خير، وانت مساعده زوج ونيتها بيت، بتقولي انا هو انا وانا هو،